اوكي بنبدا الجيم الاول بين سيكا والسوي. هذا الوينرز كوارترز يعني الفايز يوصل توب 8. الفايز يوصل توب 8 من هذه الاثنين. اكون طالع من الشمال اذا عليه جوجو مالي اذا متقطع كل شيء. هي حبيبي زين خلنا شويه نتكلم عن شيء غير عن هاي المباراه. نشوف حاليا في الورس فايز كولوسال غلب علي للاسف غلب علي وفرادو غلب يتو. عندنا الحين هذيل في الورس فايز عندنا كولوسال وفراز بيلعبوا ببعض. بعد الفايز بين هذيل الاثنين بيلعب ضد الفايز بين كيجي وسناك. سناك غلب كيجي مره واحده بس على ما اتذكر، بس ان كولوسال ولا مره غلب فرادو. وهذيل الاثنين دوم عادة انا اظني سيكو يفوز، بس اخر مرة اظني سوي فاز صح؟ اذا مو غلطان انا. ما احيد لا لا في ما احيد انا متى اخر مرة لعبوا ببعض، بس انا اتذكر اخر مرة لعبوا ببعض في الكافيه اللي انتم كنتوا فيه. جلتش؟ مو بجلتش. شو اسمه؟ كيو؟ يفترض. لا يفترض وقتنا زمان. كيو؟ كيو كاب هي. كيو كاب لعبوا كيو كلاب اتوقع لعبوا ضد بعض واتوقع ان سوي فاز اذا مو غلطان انا. المهم هاي المباراة ترقد. هي صح فاز عليه توقعت الوينرز. اتوقع الوينرز اتوقع هاي المباراة ترقد يعني شوية زي 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 بس البيكا فريز فدت الستوك. بس اوه بدور الله نايس. هسه خلينا نشوف براكن مره بس مين. اي فيل باد صراحة. هل لا تقول لي محطين انا سيد 1؟ مستحيل. لا لا انا عقب هالفضيحة المفروض ما يخلوني الاول. بلعب ضد بوتوكو بعدين ضد سك. انا فوق انا ما شفت. ما رينتر شو مين؟ جيجلي بوف يعني هو اكثر شيء اختار جيجلي بوف وماريو. سي علي يو شود سويتش باك تو ماريو. في نبته يو شود اي شود هاف سويتش تو بي سي بس يس. ما اتوقع ما عنده نكزه. هي لان سوي تو مسوى ريكفري بالزير نقص. اخر انذار نداء الى اخر تنبيه المسافر. مسكين شكله يمكن ضيعت الحمام. ما في حمام هني عشان شي في غرش ماي موجوده في كل مكان. هي تشوف بشكل عام ضد اتس تو بيج برين فور يو. منو بي تي ولا روب ولا ماريو؟ بي تي يا سيول. يو واو موجو جوجو. موجو جوجو ضد ابطال شو ها انس. اوه بعد الحين بعد حي سيكو مات. او بعد حي سوري اشتركوا في القناة.
احلى شيء لو الدور والستريم ما حد قام يعلق. اوكي في استوي يوم يودوا يخلون يلعب مباريات زين. وير باك. اظن الجيم الاول ما اتذكر منه فاز، ما اعرف منه قام. سيزلان انا بروحي ما اعرف منه فاز الجيم الاول. الجيم الاول سيكو فايز تايم اوت في الجيم الاول. ليتس جو سيكو. الله يخليك فوز الجيم الثاني عشان ما نخلص تايم اوت ثاني. فوز بتايم اوت عادي بس فوز على طول على الاقل عشان ما نقعد شوي. اوكي نايس فور ذير. بس جيم ما اعرف اذا لعبوا جيم ثاني بعد، بس ما توقعت. احنا نعتمد على السيد لور. يو نايس اير دوج. هالستيج يعني ما اعرف ليش هل لعبوا جيم سالف، لان هالستيج وايد اوكي حق سونيك صح؟ يس. فاتوقع هالجيم ذا سيكو فاز جيم، فاتوقع هالجيم لا 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 يعني اتوقع انا ساعات اسوي كاونتر حق سيكو بتاون، مع ان التاون ينفع سونيك بس بعد ينفعني انا. ينفع لان سونيك يكون حقه صعب انه يذبحني، وانا روب اقدر اذبح من اي مكان. او ماي جاد يو ويل تريد صراحه. اي 2-0 حق نسالهم ما ادري. هم لو تحط افكار 2-0 نتوقع انه 2-0 ما اعرف. دون ماتر 2-1 2-0 سيكو فاز. نايس داون هير نايس داون هير نايس داون هير. نشوف الذين الحين سيكو وصل. سيكو في الوينرز سيميز بيلعب ضد فايز بن كيجي وسناك. اوه انت بتعلق؟ لا افا. زين كيجي وسناك بيلعبون الحين اتوقع. شوف انا متى الست مالي بيبدا؟ المفروض الوينرز بسرعه. هاي انت بتلعب ضد فايز بين هذول الاثنين. زولين غلب كيلكس. مارتي وسلطو ياس يلعبون حاليا. ايسز ويتو ناس يلعبون. انا بلعب بوكس. اوه